مباشرة إلى خبير الأرصاد الجوية أحمد بشير الخباز اللي صار معنا على الهواء. يا صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير لكم ولجميع العاملين بالقناة ولجميع المتابعين. يا صباح الخير أستاذ أحمد، يعني هنالك أحاديث حول موجة حر جديدة والارتفاع درجات الحرارة راح تكون يعني بما يقارب 10 درجات أيضا بعد ما خلصنا من موجة الحر الأولى، شو رأيك؟ هل هذا الحكي راح يكون صح ولا لا؟ قبل البداية سلامات لأهلنا في ولاية أضنة بسبب الزلزال الذي ضربها قبل قليل بقوة 5.5 ريختر. أريد أن أنوه لهذا الموضوع. الآن بالنسبة للطقس، طبعا الأجواء الحارة والحارة جدا مستمرة في تركيا. موجة الحر تارة تتراجع وتارة تشن هجومها الواسع كما نلاحظ. طبعا هناك تقدم جديد لموجة الحر متوقع ابتداء من مساء اليوم، حيث تعود الأجواء الحارة بالاشتداد مرة أخرى وتبلغ ذروتها الأربعاء يوم غد، حيث يتوقع أن تلامس درجات الحرارة غدا الأربعاء 40 درجة مئوية لأول مرة في بعض الولايات الشمالية، وذلك لأول مرة منذ بداية الصيف. أيضا في إسطنبول قد تلامس 38 أو 39 درجة مئوية. في العاصمة أنقرة قد تصل إلى 36 أو 37 درجة مئوية. في الولايات الجنوبية درجات الحرارة معظمها ستكون 40 درجة فما فوق، ويتوقع أن تسجل في ولاية أيدن الحرارة الأعلى على الإطلاق يوم الخميس بوصول الحرارة إلى 45 درجة مئوية. طبعا هناك نقطة ما يساعد على شعورنا بالحر عند اشتداد موجة الحر هو عدة عوامل، منها هدوء سرعة الرياح، ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة مع ساعات المساء، بالإضافة لأشعة الشمس، لأنه من المعروف أن درجات الحرارة تختلف في الظل عن أشعة الشمس والتي تقوم بتسخين الأشياء. هذه العوامل الثلاثة هي ما تزيد من شعورنا بالحر، وهذا هو المقصود بالشعور الحقيقي. يعني قد تصل الحرارة في إسطنبول إلى 38، ولكن الإحساس الحقيقي قد يصل إلى 42 درجة مئوية. طبعا ابتداء من يوم الخميس هناك انحسار كبير لموجة الحر عن إسطنبول والولايات الشمالية حصرا، بينما تستمر موجة الحر فوق بقية الولايات الجنوبية. فقط إسطنبول والولايات الشمالية ستبدأ موجة الحر بالانحسار بشكل كبير عنها ابتداء من الخميس بسبب تسرب رياح دافئة من البحر الأسود، وبالتالي سنشعر بذلك بشكل واضح ابتداء من الخميس وحتى نهاية الأسبوع، أي حتى عطلة نهاية الأسبوع. يوم الأحد. بالإضافة لتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في بعض الولايات، ربما تطال بعض مناطق إسطنبول يوم الخميس بعد الظهر وربما لا. طبعا لذلك مع توقع انحسار موجة الحر بشكل كبير ابتداء من الخميس عن شمال تركيا وإسطنبول، يتوقع أيضا نشاط على سرعة الرياح الشمالية والتي تحمل انخفاض كبير على درجات الحرارة. هذا سيعطينا شعور أفضل بكثير وتحسن في المزاج العام. الهبات قد تلامس، هبات الرياح قد تلامس في إسطنبول يوم الخميس 55 كيلومتر في الساعة. أيضا بقية أيام الأسبوع ستشهد نشاط جيد في سرعة الرياح سواء في إسطنبول أو حتى في الولايات الشمالية. هذا سيعطينا شعور أفضل من الأربعاء الذي سيكون حار جدا وجدا حار. طبعا في النهاية أعود وأؤكد على نفس النصائح التي ذكرتها في المرة الماضية، خاصة لليومين القادمين: الاكثار من شرب المياه والعطائر الطبيعية، تجنب الخروج قدر الامكان في اوقات الظهيره وساعات ذروه الحر، الابتعاد قدر الامكان عن ارتداء الملابس السوداء لان اللون الاسود يقوم بامتصاص اشعه الشمس مما يعمل على احترار الجسم بشكل اكثر، وبالتالي قد ينعكس ذلك على الجسم بشكل سلبي. نعم استاذ احمد، يعني دائما مع وضعي مع ارتفاع درجات الحراره وخاصه مثل ولايات اسطنبول وما شابه انه يكون بيلحقوا هطولات مطريه غزيره، وهذا الشيء بيخفف من الحراره او بيعدل حراره الطقس، لكن هذا الصيف هذا الموسم ما شاهدنا هطولات مطريه بشكل مثل ما معودين بكل صيف باسطنبول، شو السبب يا ترى؟ وحتى يعني قلت الاحتمال على ما يبدو ضعيف بوجود هطولات مطريه ايضا بعد هذا المرتفع. نعم يوم الخميس بعد الظهر ربما
تهطل بعض الامطار المتفرقه في شمال تركيا، ربما تطال اسطنبول وربما لا. يعني في هذا الصيف فقط اسطنبول التي شهدت جفاف بشكل عام، بقيه الولايات الشماليه شهدت هطولات غزيره وغزيره جدا على مدار حزيران وحتى في النصف الاول من تموز. فقط اسطنبول هي الوحيده من القسم الشمالي التي لم تنال هذه الامطار كما ربما نعتاد ان نرى في كل صيف. يعود ذلك لتمركز المنخفضات الجويه وفي البحر الاسود وطريقه النزول وايضا هبوب الرياح وتركز الخلايا الرعديه. هناك ايضا تشكل احيانا خلايا رعديه مفاجئه في بعض المناطق تتسبب بهطولات غزيره جدا، يعني بهذا الشكل. نعم. الولايات الجنوبيه استاذ احمد بعد الخميس يعني قلت سيكون هنالك انحسار بدرجات الحراره على اسطنبول وعدد من الولايات، لكن الولايات الجنوبيه مش راح يشمل هذا الانحسار، راح يكون في انخفاض بدرجات الحراره نسبيا ولا راح يبقوا على نفس درجات الحراره المرتفعه؟ نعم، الولايات الجنوبية أيضا ستنحسر عنها موجة الحر بشكل جزئي بعد الخميس ولكن بشكل تدريجي، بينما اسطنبول وشمال تركيا ستشهد انحسار كبير بعد يوم الأربعاء، يعني ابتداء من يوم الخميس، وسنشعر بذلك بشكل واضح خلال هبوب الرياح التي ستعطي مزاج أفضل وأيضا التي ستحمل أيضا انخفاض كبير في درجات الحرارة قد يصل إلى 10 درجات دفعة واحدة أيضا، يعني من 40 درجة تصعد إلى 30 درجة يوم الخميس في معظم الولايات الشمالية وأيضا اسطنبول داخل ضمن هذا الإطار. نعم، بشكرك جزيل الشكر خبير الأرصاد الجوية أحمد بشير الخبا، شكرا كثير لانضمامك.